مبارك لكل الإخوان والأخوات المثبتين على الملاك الدائم في تربية نينوى. طبعا اليوم كان هناك عقد سلسلة من الاجتماعات فيما يخص تبسيط إجراءات التعيين. تم طبعا تشكيل لجنة رئيسية برئاسة المدير العام وعضوية مدراء الأقسام التربية، إضافة تشكيل لجان فرعية برئاسة مدراء تربية الأقضية، وهذه اللجان ستعمل إن شاء الله خلال الفترة المقبلة على إكمال إجراءات التعيين فيما يخص الفحص الطبي وتعادل القانونية والأمور الأخرى. إحنا إن شاء الله ساعين إلى أن تكون هناك توزيع عادل لكل ملاكاتنا التربوية في الأقضية والنواحي، إضافة إلى اليوم نحن هذه الفرحة إن شاء الله تعم أهلنا في محافظة نينوى باستكمال كافة إجراءات فيما يخص صدور الأمر الإداري لكل الأخوة المثبتين على الملاك. سيتم هناك نشر أسماء من قبل تربيات الأقضية والنواحي وفي مركز المدينة مراجعة تربية أم الربيعين والحدباء. طبعا ستكون على شكل وجبات فيما يخص الفحص الطبي. اتفقنا مع صحة نينوى أن تكون هناك لجان في مركز مدينة الموصل ولجنة أخرى في القضاء الحمدانية ولجنة في تل أعفر ولجنة أخرى في القيارة. طبعا إضافة إلى هناك لجنة ستكون متنقلة للأقضية والنواحي البعيدة اللي تم اتفاق عليها مع صحة نينوى في ناحية ربيعة، وتم تحديد موعد في ناحية الزمار، إضافة إلى قضاة الكيف وممثلية دهوك. طبعا هذه الإجراءات الغاية منها أولا عدم التنقل باتجاه مركز المدينة، ثانيا تخفيف الضغط فيما يخص مركز اللجان في مركز المدينة أيضا. إضافة إلى ذلك هناك الإجراءات التي ستقوم بها الإجراءات الإدارية بعد إكمال الفحص الطبي، هناك استمارات ستملى من قبل المثبت على الملاك، إضافة إلى التعهد في القانونية. وهناك في حالة أنه عدم وجود صحة صدور الإلكتروني هناك تكون كفالة المثبت على الملاك. هناك طبعا كتاب موجه الى الجامعه او موجه الى المعاهد التقنيه او حتى المدارس سيزود به من قبل اللجان الفرعيه، اضافه الى استماره الفحص الطبي. طبعا يحتاج ايضا المستمسكات الثبوتيه اللي تم شرحها، واضافه الى صور يحتاج المتعين الجديد طبعا جلبها مع المستمسكات الثبوتية. وغدا إن شاء الله سيكون لنا لقاء مع جامعة الموصل والجامعة التقنية وحتى كل الجامعات، ستكون هناك إجراءات مبسطة في هذا الموضوع. باشرت إدارة تربية نينوى ومتمثلة بالأستاذ خالد جمعة الشاهين مدير عام تربية نينوى وسادة مدراء الأقسام في كل تربية نينوى لعقد اجتماع في ظهر هذا اليوم لدراسة موضوع إنجاز آلية تعيين المتعينين الجدد. حقيقة تناول الاجتماع كل تفاصيل التعيين ابتداء من الامر الوزاري والقوائم، ثم استماره الفحص الطبي وكيفيه اجراء الفحص الطبي وتوزيع المتعينين الجدد على المراكز الطبيه حسب ما اتفق الاستاذ مدير عام تربيه نينوى مع دائره صحه نينوى بتوزيع المراكز الطبيه من اللجان الطبيه على الاقضيه والنواحي لتسهيل اليه الفحص الطبي. ثم بادرنا الى مناقشه موضوع التقاطع الوظيفي وكافه الاوليات الخاصة بإنجاز التعيين. وبعد أن استمعنا إلى آراء ومقترحات السادة مدراء الأقسام، تم مناقشة موضوع سد الشواغر حسب ما قدم من قسم التعليم العام والملاك وقسمي الإشراف التربوي والاختصاصي لسد الشواغر من خلال عودة المتعينين القدماء، ومن ثم إرسال المتعاقدين أو عفوا المتعينين الجدد إلى القرى والأرياف والمناطق النائية، وحسب ما هو معمول به في سياقات العمل في وزارة التربية بالنسبة للمتعينين الجدد. نواف مهدي جوير مدير قسم التعليم العام والملاك في تربية نينوى. المتعينين الجدد في الجانب الأيمن يكون مراجعتهم إلى قسم تربية الحدباء، يبدأ المراجعة من يوم الاثنين ثلاثاء أربعاء خميس على مدار أيام الأسبوع، يتم إرسال يوميا 100 متعين جديد إلى اللجان الطبية للفحص. سوف يكون هناك جدول معين للمراجعة ومتابعة الإجراءات. يتم مراجعتنا وإعطائهم كتاب بمنح وثيقة
وإرسالهم إلى جامعة الموصل أو المعاهد أو الكليات اللي متخرجين من عندها. إن شاء الله قادرين على إتمام هذه المهمة بصورة صحيحة وسلسة وبتعاون جميع كوادرنا التربوية. ياسر العبادي مدير قسم تربية الحدباء. قدم السيد خالد التعليمات والإجراءات التي سنقوم بها لإكمال معاملات المتعينين جدد في ممثلية وزارة التربية في دهوك. نشكر الجهود المبذولة من تربية نينوى وعلى رأسهم السيد خالد شاهين ومدير حسابات تربية نينوى وجميع موظفي تربية نينوى، وكل الشكر والتقدير من ممثلية وزارة التربية في دهوك على مجهودكم الجبار. هدى خالد مركوز مدير ممثلية وزارة التربية في دهوك.